باش نحكيو على تصريح لرئيس الحكومة المرهدية يجينا من سويسرا وتحديدا خلال المشاركة متاعه في المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس. رئيس الحكومة التقى برئيس صندوق النقد الدولي ويصرح ويقول انه تونس اوفت بجميع تعهداتها المالية الخارجية لسنة 2023، ويقول ايضا لن تتأخر تونس في سداد الديون متاعها لسنة 2024. كمواطن تونسي كي تسمع التصريح كما هكا تفرح كمام، تحس انه صورة بلادك منورة في العالم، ولا لا تعنيك الأرقام والتصريحات؟ والله إذا كان الأرقام والتصريحات هذه بالحق معناها صحيحة، شكون ما يفرحش معناها الحاجة كما هكايا. إن شاء الله نحن نتمنى وتكون معناها تصريحات صحيحة، لكن الأرقام ما تعنيني حتى شيء إذا كان ما فماش كما نقولوا حاجات ملموسة، معناها كما نقولوا حاجاتك اللي كما نقولوا حاجات باينة ملموسة اللي ان شاء الله نتمناو ماذا بينا جونها تونس كلها معناها خالصه، ما عندهاش كيما نقولوا مع البنك الدولي، ما عندهاش كيما نقولوا ماذا بينا ما عندناش ديون، ماذا بينا تونس تولي من احسن البلدان، ماذا بينا كيما نقولوا عموما نجم نقولوا انه بلادنا ماشيه وتتعافى، والا بالعكس راجعين بالتوالي. والله طوى بحكم طوى انا مثلا انا اخويا عايش في النمسا، انا نعيش في المانيا، معناها جوست فاكونس نحن لنا المعلومات اللي ناخذوها بالطبيعة، معناها معلوماتنا كلها معلومات فيسبوكية، اللي نشوفه في فما شوية تحسن، لكن كما نقولوا ماذا بينا يكون أسرع، ماذا بينا يكون مع الميدان، معناها حاجات نلاحظوها نشوفوها فما شوية تحسن، كما نقولوا تحسن طفيف، إن شاء الله من حسن إلى أحسن. هذا بحكي أقول عندكم ثقة في رئيس الجمهورية قيس سعيد، تساند مسار رئيس الجمهورية قيس سعيد، وإلا عندك بعض المؤخرات؟ بالطبع كما هي تونسي شويه مؤاخذات عنا بالطبع، لكن المسار اللي ماشي فيه ان شاء الله نقولوا الناس الكل ماشي في المسار الصحيح اذا كان يوصل هكا. اما ديما نقولوا نحن البرا نقولوا قطره حلو في بحر مالح، وحده قاعد يحارب، وحده قاعد يحارب البلاد هذه، يلزمها برشا من قيس سعيد، وحده ما نجمش يعمل كل شيء، ولو انه يحاول في اي معناها مجال، لكنه يلزموا ناس معاه، يلزموا شكون يقفوا معاه، يلزموا ناس اللي كما نقولوا تحب البلاد هذه كما هو يحبها، ومش في نهار وليله مش نقوم الناس هذوما، يلزمها وقت البلاد هذه، يلزمها برشا وقت، ان شاء الله ربي يوفقوا في مسعاه، وان شاء الله راهو في تونس ما خير ان شاء الله، فيما احسن ان شاء الله. مواطنينا بالخارج باعتبار انه كمام عندكم مساهمين بنسبه هامه في معناتها نهوض باقتصاد البلاد وخاصه اسنان، معناتها ثم نسبه مهمة، الدولة التونسية قائمة بواجبها تجاه؟ لا، وهذه معناها من النقاط اللي نتناقشوا فيها نحن غاديك في ألمانيا، معناها أنا وأصحابي اللي قبل في فترة نقولوا نحن الفترة معناها كما نقولوا فترة زين العابدين بن علي، كانت برشا أنشطة كانت تصير عنا البرة، كانت القنصليات والسفارات كانت تعمل كما دورات ثقافيه، كانت تعمل يعني بالاشتراك مع تونس ومع السفارات، كانوا يجي يعملوا عروض غاديك عنا في المانيا، تنحى كل شيء، ما عادش حتى شيء، حتى معناها كما نقولوا فما اشكاليات تصير، فما مواضيع كما مشاكل البرد، فما برشا عوامل بصراحه كي تحكي مع برشا توانسه انت توا غاديك يقول لك انا مادام كما نقولوا الحالة ما تحسنتش ما نهبطش، فما مازالت إشكاليات، سرقة الحوايج نتاعنا في المطار مازالت معناها فما برشا حاجات، لكنه إن شاء الله الواحد يقول تتحسن، وسيرتو أكبر إشكالية بالنسبة لنا نحن اللي ما فماش حاجة كما نقولوا اللي تجلب أولادنا لهنا، أي واحد طبعا، أنا عندي بنتي 30 سنة، أنا عندي 6 صغار في ألمانيا، و معناها يقول لي بابا انا علاش هابط؟ اعطيني حاجه معناها كيما نقولوا حاجه اللي ترغبهم تحببهم في بلادهم، اللي مازلنا 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 ناقصين برشا، ان شاء الله ان شاء الله معناها يتحركوا، ان شاء الله كيما نقولوا يتلهوا شويه بالصغيرات، خاطر نحن توا ديجا كبرنا، انا خويا عنده فوق 35 سنه وانا 33 سنه في المانيا، اللي بالنسبه لي نحن نقولوا معناها فات وقتنا، ما ان شاء الله يشوفوا معناها اي طريقه ولا حاجه باش يجيبوا بها صغارنا وصغار صغارنا يحبوهم في بلادهم، ما نعرفش شنو بالضبط، لكن ان شاء الله هذاك ما حش يقول.
خلينا نسألك أنت أيضا تقييمك للوضع في بلادك تونس، وأنت كل مرة تروح لها باعتبارك من مهاجرين بالخارج ماشيين نحو الأفضل وإلا بالعكس راجعين بتونس؟ أختي أنا الحاجة ثلاثة، عندي ثلاثة نقاط الساعة مش حاب نقولهم. أول نقطة كما نقولوا احنا نسمو غاديك اللي قيس السعيد هو معناها من أفضل الحكام اللي في تونس، معنا تقييمنا للقيس السعيد خارق العادة. المشكلة أنه إيد واحدة متصفقش راه مهما يعمل، إذا ما عاونوش راه كما نقولوا يتخبط وحده بلغة أخرى. ثالثا البنية التحتية مدمرة ياسر في تونس، راك تجيب الكهرباء تروح بيت الدقدق لك راهو حالة حليلة. والحاجة الثالثة اللي هي مهمة ياسر حكيت معناها وعي، حكيت وعي المونتاليتي. شوف اسمع، باش قالت لا يغير الله بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. اذا الشعب معناها تو احنا نعيشوا برا نشوفوا الناس كيفاش تقاديك، راهو صدقني ناس الدنيا نظيفه سيد الواه. انا كنت نمشي في ثنيه تبدا في دي كاغت ما نلوحوش في القاعه، نحشم باش نلوحوا في القاعه باش ما نوسخش، تلقاني نمشي نلقى بوبيل باش نحطها غاديك هنا. نقفل الفروج بدا يزمر عليه، امشي يا ودي اكر فيروج، لا يقول لك امشي. معناها تولي تدخل في حيطه هنا، تولي برشا حاجات ما عادش تفهمها في بلادك، فهمتني؟ كما قلت لك راهو تنجم تقول نحكيو في الف موضوع، اذا ما تغيرش العقليه نتاعنا والمونتاليتي نتاعنا ما نوصلوش برشا. يعني كمهم حتى المواطن التونسي مساهم في برشا مشاكل في بلاده، في المشاكل في بلاده مساهم فيها بحسب يبدا من اللوطه راهو، لازم اللوطه يبدا، واللوطه لازم معناها كما نقول المواطن التونسي، ومن بعد تشي اطلع لفوق، خاطر الفوق هذاك يخدم كان بالمواطن التونسي. الوطن التونسي لازم يكون عنده وعي كبير ياسر باش يعاون بلاده. اما الانسان اللي يفكر في روحه روح اللي ترحم من مات. وحتى احنا غاديك للاسف التوانسه الجاليه التونسيه غاديك ما نرحموش بعضنا بصراحه. انا قعدت مع السفير وحكينا في الموضوع هذا كذا، ربي يهدينا، لازم نطوروا العقليه نتاعنا، لازم ثم نضج معناها كامل في المونتاليتي نتاعنا دين فاسون جينيرال، فهمتني؟ وهكاك نجموا ننظر بعضنا، اما لكان ما نعملوش كاكا. كي تسمع بتصريح رئيس الحكومه اللي جينا من سويسرا في اطار مشاركته في اشغال المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس، يقول رئيس صندوق النقد الدولي راهي تونس اوفت بجميع تعهداتها الماليه الخارجيه لسنه 2023، ويقولها ايضا لن تتاخر في سداد الديون نتاعها لسنه 2023. كومام ثم ثقه، يعني يتكلم بكل ثقه رئيس الحكومه؟ هو يتكلم بكل ثقه، ويا ريت يا ريت. معناها التصريحات معناها كما نقولوا ساعات ما نشوفوه زاد يمشي يعمل زياره فش إيه، ومعنى قاعد ياخذ في قرارات وياخذ في انا واحد من الناس معناها ثيق فيه رغم احنا البرة، اما شنو احنا نسمعوا من برا بصراحه. قبل كنت حتى مع القنوات التونسيه ما نتفرجش بصراحه، لانه نرى في ظلم نرى في عوج، معناها ما نمش نحكي لك ما انت بتعرف الشيء هذايا. اما من اللي جا هو نسمع في برشا معناها كما نقولوا تحسينات وكذا، يا ريت تواصلوا، يا ريت ويا ريت يعاونوه، ما نحكيوش عليه هو كبشر وحده ايد واحده ما تصفقش، يا ريت يعاونوه، وان شاء الله من حسن الى احسن.